السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة ديال الوجه. هاد الوصفة هادي البنات رائعة، تقلل التجاعيد وتتخلي البشرة لامعة وكتعطي واحد النضارة. تنصحكم انكم تجربوا هاد الماسك البنات، يستعملوه النساء اللي فوق 30 سنه، يعني تصلح حتى التجاعيد ديال الوجه، او للبنات اللي فيهم تجاعيد مبكره يقدروا يستعملوه. وزوين، استعملوه جوج مرات في الاسبوع وخليوه في الوجه ديالكم 25 دقيقه. المهم نبداو البنات الوصفه. فيها كناخذ صفار بيضه، كتعرفوا البنات البيض مفيد للوجه، غني بفيتامينات وتقلل التجاعيد. تناخدو نص معلقه صغيره ديال الخل، خل التفاح ولا اي خل عندكم ماشي مشكل. كناخدو معلقه صغيره ديال زيت الكوك، غادي ناخدو دابا شويه ديال نص معلقه ديال الخل، ومعلقه صغيره ديال زيت الكوك. صافي، كتخلطوا مزيان. وكتستعملوا الوجه ديالكم والعنق، ما تنساوش، لمده 25 دقيقه. هاد الماسك البنات بالنسبه للبنات اللي العمر ديالهم 20 حتى 25 سنه يستعملوه جوج مرات في الاسبوع. بالنسبه للنساء اللي فوق 30 سنه يستعملوه ثلاثه مرات في الاسبوع. المهم ديال الوصفه ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتكم وكنصحكم انكم تجربوا، صراحه زوين، النتيجه ديالو هائله الا تبعتوه. المهم ما نطولش عليكم، شكرا على التتبع ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوش تشتركوا في القناه ديالي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا.